طيب شايف منظومة الكرة ماشية ازاي في مصر؟ لا احنا محتاجين كرة القدم يعني. لا منظومة مش منضبطة. هو في دوري يبتدي من لما ابتدى يخلص شهر 9. احنا ابتدينا الدوري اللي فات ده بدأ في شهر 12 2020 وخلص في اخر 8 2021 يعني من شهر بالظبط. امر صعب جدا. يعني مهما تكون عندنا ارتباطات مهما تكون ما ينفعش ان احنا نوصل بالشكل ده. لان هي فرق اوروبا مش عندها ارتباطات. منتخبات اوروبا عندها ارتباطات. هو اشمعنى احنا نبقى كده؟ واحنا المفروض ان احنا يعني احنا لينا قيمه. يعني احنا اسم مصر ليه قيمه كبيره جدا سواء في افريقيا او على حتى المستوى الاكثر من افريقيا. فالكلام دوت لازم يبقى له رد فعل ولازم تبقى متباين في تعاملاتنا وفي تنظيمنا اللي احنا عايشين فيه. لا ما ينفعش احنا لازم الاداره عندنا تنضبط احسن من كده. اداره كره القدم ولا اداره رياضيه؟ لا الاداره الرياضيه في العموم. خصوصا لا انا بتكلم طبعا يعني خصوصا على الكوره. انا بتكلم على الكوره. لا لازم تنضبط افضل من كده. احنا يمكن مش عارفين اليد يعني الدوري ابتدى امتى. لا لان الامور ماشيه فيه كويس قوي. ده انا بدي مثال. لكن بدي مثال في الكوره احنا عندنا لا انضباطيه عاليه جدا جدا. واحنا محتاجين افضل حاجه في اي شيء يعني اي شيء يبقى منضبط لما تلاقي الاداره بتاعته منضبطه. اي اداره فيها خلل الخلل دوت على طول يبقى له رد فعل سلبي كبير جدا جدا على هذه المنظومه. سواء بقى اي منظومه سواء كره قدم او منظومه غير كره قدم اكيد ان اللي بتنجح اي حاجه الاداره. انا كنت اعرف يعني رئيس شركه كبيره كان يقول لي يا مختار انا فنيا مش عارف انما انا اداريا بديل كويس قوي. هو اللي كان بيقول لي كده. يعني انا فاكر الكلام ده طبعا يعني كلام فعلا كلام هايل جدا جدا. هو اداريا هي اللي بتنجح. قال لي انا فنيا اقل في ناس ممكن تكون فنيا اكثر مني. فدي حاجه لكن يعني ادارجي يعرف يدير. قال لي انا ادارجي بديل كويس قوي وده اكيد يعني اهم عوامل لنجاح الاداره. اداره.